طيب هروح للنادي الاهلي، عايز ابتدي ازاي المفاوضات ابتدي مع النادي الاهلي؟ يعني امتى اول يوم جالك تليفون وقال لك انت النادي الاهلي كلموني وعندك فرصه تلعبي مع النادي الاهلي؟ امتى ده حصل وكان التليفون من مين؟ My manager, of course, وكيل he اعمالي called me because اتصل he بي knows وقال a lot of about الكثير sporting عن Egypt, عن الرياضه في مصر especially in خصوصا volleyball. And كره then الطائره. he knew that I was لقد almost عرف ready اني to quit volleyball كنت because على I وشك quit ان اعتزل اللعبه لظروف. A year ago I quit with national team. اعتزلت اللعب دوليا منذ عام 17 years playing for a national team. 17 عاما العب في المنتخب الوطني. Actually, I had some like financial في الحقيقة issues. كان I لدي lost بعض my parents الظروف and العائلية مع والدي. I'm sorry for that. And I was thinking that I'm not gonna be ready لم أكن أظن أني سأكون جاهزة للعب كرة الطائرة مرة أخرى في هذا الوقت. ولكن بعدما فكرت هو أن ألعب بعض الأشهر في إندونيسيا، ولكن الموسم بدأ متأخرا، سيبدأ متأخرا، فبالتالي جاء لي عرض من أوروبا بعد ذلك. وفي شهر 7 جاء لي مدير أعمالي وقال لي لدي عرض من أوروبا، ولكن الدوري في مصر سيكون طويلا. Maybe May too. Yes. But now it's still June. لكن الآن الأمر Then I ask which club and أسألت أي نادي. قال لي I had this offer from أنا لدي عرض من النادي الأهلي. كان لدي عرض من نفس النادي في 2019 ولكن المفاوضات لم تنجح. أنا قلت له سأتخذ قراري، ربما هذا الوقت لأفوز بدوري ببطولة جيدة وأفوز بدوري أبطال. أنا حاولت أن أفوز بهذه البطولة مع الأندية الأوروبية. كلمك المانجر بتاعك وقال لك أنه جاي لك فرصة من النادي الأهلي، كنت تسمع عن النادي الأهلي قبل كده ولا دي كان أول مرة تسمع اسم النادي الأهلي؟ As I said, like كما قلت 2019, في 2019 أنا سمعت عن الأهلي، جاء لي عرض من الأهلي، ولكن لم أكن أعرف كل شيء عن النادي. لم أكن أعرف. حينما تحدثت مع مدير أعمالي أول شيء أخبرني هو أن النادي رقم واحد في أفريقيا، وأن هذا شرف كبير أن أنضم لهذا النادي، لأكبر نادي في أفريقيا. أنا كنت سعيدة جدا أنني سأكون جزءا من هذا الفريق في هذا العام، فأعتقد أن هذا شيء جيد لنخطط له، وأتمنى أن أفوز ببطولة أفريقيا مع الأهلي. بدأت تعرفي إزاي عن النادي الأهلي؟ هل دخلتي عملتي سيرش، بدأت تقري؟ طبعا المفاوضات كانت من 2019 وما كملتش، وبعد كده تفاوضات تانية الحمد لله كملت. طيب بدأت تعرفي ديتيلز أكتر عن النادي الأهلي إزاي وعن مصر بصفة عامة؟ أنت جاية تتنقلي في بلد أفريقي، ميدل إيست، مصر معروفة، ولكن كنت محتاجة تعرفي تفاصيل أكتر، عرفتيها منين؟ I didn't want to know anything. لم أكن أريد أن أعرف أي شيء في البداية. أنا صادقة. أنا أحب أن حتى مع الناس أحب أن أعرفهم وأحكم عليهم، أتعامل معهم. فبالتالي أود أن أستكشف، أود أن أعرف الأمر بنفسي. أنا أتيت إلى مصر. مصر بلد كبيرة والقاهرة مدينة كبيرة. أنا أردت أن أستكشفها وأن أزور الأماكن، وبعد ذلك أقرر. بالطبع أبحث في الإنترنت المحلي، ولكن أنا قررت أن أقابل الناس. أنا سمعت أن الناس هنا طيبون جدا، وأنا اكتشفت ذلك أنهم ودودون جدا. أنا أحب الفتيات في فريقي. أنا أشعر شعور جيد بوجودي هنا.